نتجه الآن إلى نيجيريا لنستمع إلى تلاوة المتسابق عمر بن جبريل فهم، نشاهده سويا على الشاشة. تلميذ عمر بن جبريل فهم من نيجيريا، أقرأ برواية ورش عن نافع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثمانية أزواج، من الضأن اثنين ومن المعز اثنين، قل الذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين، نبئوني بعلم إن كنتم صادقين. ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين، قل الذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين، أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا، فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. إذن المتسابق عمر بن جبريل فهم من نيجيريا، تعليقكم شيخنا الكريم. بارك الله فيك أخي عمر، الله يرضى عليك ويسعدك ويزيدك توفيق إن شاء الله. اشتملت مرت معك في التلاوة مرتين، أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين على رواية ورش، همست الثاني ولم تهمس الأول. أما اشتملت عليه، انظر اشتملت لت، لابد من هواء متدفق بعد التاء، لابد، هذا هو الهمس. اشتملت نفس نفس، الأولى ما أتيت به، قلت اشتملت عليه هكذا على طول، الثانية أتيت به، فإذا العملية عندك مو منضبطة. عرفت شو الانضباط؟ واللفظ في نظيره كمثله، فتدرب عليها جيدا الله يرضى عليك. في شغلة أخطر، شهداء إذ، هنا التقى أي هذا الكلام لكل الإخوة اللي عم يسمعونا، أم كنتم شهداء آخرها همزة مفتوحة، إذ أولها همزة مكسورة، فتجتمع في النطق همزتان متجاورتان من كلمتين. إذا كانت الأولى مفتوحة فإن ورشا رحمه الله يسهل الثانية، يسهل هكذا يقولها شهداء إذ أهذ. أنت قلت شهداء إذ، أبدلتها ياء مكسورة، هذا ما يفعله ورش، ما يفعله ورش، قل شهداء إذ مسهلة من هنا من الحلق من مخرج الهمزة، أما شهداء إذ هذه من مخرج الياء من وسط اللسان، فانتبه. محرما، فخم الراء، محر محرما، فإنه رجس، وقفت عليها ثم قلت أو فسقا، ليه قلت فإنه رجس؟ ارجع،
فإنه رجس أو فسق أهل لغير الله به. صل الكلام المتصل بعضه ببعض. فما نضطر، هذه طبعا ورش بيقرأها بضم النون، اللي بيقرأ برواية حفص بيقولوا فما نضطر، انتبهنا، لكن كلا الفريقين يبين الضاد من الطاء. انتبه يا ابني عمر. فما نض، هل سمعت هذا الضاد؟ فما نضطر، بعدين تجي طاء مضمومة، فما نض، وليس فمن اضطر. فمن اضطر هذه صار الطاء مشددة، انتبه، ما يفعله أحد، تصور، ما أحد من القراء العشر يقول فمن اضطر، كلهم يقولون فمن اضطر. قال إمامنا الجزري رحمه الله عن الضاد والظاء: وإن تلاقيا البيان لازم، أنقض ظهرك يعض الظالم واضطر. فنص عليها واضطر، انتبهت يا ابني؟ أسأل الله لك التوفيق.